كواليس التسوية اللي بتحدث في بين أوكرانيا وروسيا في تركيا، والموضوع اقترب جدا للوصول لوقف إطلاق النار، خاصة أن روسيا لحد دلوقتي فشلت في إنهاء الحرب لصالحها وما قدرتش تحتل كييف، ورئيس أوكرانيا عايز إطلاق النار يقف، مستعد يتنازل عن حاجات كتير لروسيا، ولكن في نفس الوقت اللي الطرفين بيقربوا لوقف إطلاق النار تصعيد أمريكي سواء في التصريحات أو بطرق أخرى، وأمريكا بكل الأشكال قاعدة تأكد أن الحرب طويلة مش عايزاها تقف. أرجوك ارجع الفيديوهات، مش هنعيد الكلام عشان ما نضيعش الوقت. شرحنا كل ده بالتفصيل وقلنا إيه فوائد أمريكا وليه أمريكا مش عايزاها تقف وليه بتضغط وليه الخطاب الناري الوحيد لبايدن كان لده. أرجوك ارجع هتلاقي الفيديوهات على الصفحة أو في قناة اليوتيوب. طيب، أوكرانيا عايزة توقف الحرب وبوتين عايز ياخد مكاسب كبيرة، أوكرانيا مستعدة أنها تقدمها، زيلينسكي مستني مين؟ مستني امريكا والغرب يبقوا ضامنين للاتفاق، وده اللي طلبه زيلينسكي بشكل مباشر من بايدن، يجب ان تكون ضامن للاتفاق، خلينا نخلص. We talked with President Biden. We talked with him quite often enough. We had a conversation yesterday. We are saying that Ukraine would like to see among the leaders of those guarantors those who are joining this important peace settlement. طيب بايدن رد عليه وقال له ايه؟ بايدن اللي عايز الحرب تستمر قال له هندرس هذا المقترح. ده اللي قاله زيلينسكي عبر قناة فوكس نيوز الأمريكية. We would like to see the United States led by the president among those leaders. And on our part, we received a message that the United States are considering this proposition. They're considering it in a positive way. We want to see specific guarantees. What will be our future? ليه أمريكا مش عايزة تخش في هذا الاتفاق كضامن؟ خلاص احنا اتكلمنا قبل كده عن ليه أمريكا مش عايزة هذه الحرب تنتهي بأي شكل غير بالشكل اللي هي عايزاه وبتحقيق ما تريده. اتكلمنا عن ده بتوسع. مشكلة بقى كمان عند أمريكا إيه؟ إن مشاركتها في اتفاق التسوية وسط المكاسب اللي هتاخدها روسيا معناها هزيمة بشكل واضح لأمريكا، معناها إن أمريكا هتلغي العقوبات وروسيا هتاخد اللي هي عايزاه. هزيمة أمريكا في تلك المعركة، انسى أوكرانيا ما يفرقش مع أمريكا خالص، معناها إن الصين ستتجرأ وتدخل تايوان، وكوريا ستتجرأ على كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية، والعيال الصغيره اللي بيتنططوا في الميدل ايست هيطلع لهم شنب. معناها خط النهايه لامريكا باسرع وقت، يعني فاهم، انحدار تاريخي خلاص. طيب امريكا مش عايزه التسويه وفي نفس الوقت رافضه تتدخل عسكريا او حتى الدعم اوكراني، دعم اللي يديها قوه في المعركه. زيلينسكي تساءل ليه الدعم الامريكي ضعيف لينا، عايزين طائرات واسلحه ثقيله ملاش تكتفوا بالخون. I have faith that President Biden, like any true American citizen, believes and wants the truth to win. And the truth is on the side of Ukraine. Bulletproof vests or some special brand helmets. Just give us missiles. Give us airplanes. زيلينسكي مش عبيط، فاهم. قال لهم انتوا عايزين نكمل المعركة، ما بتدعمناش ليه الدعم الحقيقي؟ ليه التأخير والإبطاء في الدعم؟ أكمل إزاي؟ Me something to defend my country with, my state. And if you want it, and I believe that the United States, the people of the United States want that, but if this process gets longer, continues to be delayed, if we can see that this the process of transferring those weapons is getting slower. دونك انه بيقول انا مش مصدق ان بايدن ممكن يكون خايف من بوتين. انت متخيل؟ دي كلمه تقيله جدا، وحاسس ان في لعب من شركائنا علينا. طبعا هو حاسس ده من بدري، بس هو اول مره يصرح بهذا الوضوح الشديد. There is some game behind it. I don't want to believe that some partners of ours are playing games. I don't know if President Biden is fearing President Putin.
I believe that he doesn't. I want to believe that he doesn't. Because he's the leader of a big nation, a great nation. بيتحدث على الخيانة اللي تحدث، عايزين يحارب روسيا في نفس الوقت مش راضيين يدعموه عسكريا. زيلينسكي عمل كل حاجة عشان أمريكا تشارك في الحرب وإن يكون في دعم حقيقي مش مجرد عقوبات، لكن أمريكا مش عايزة كده، عايزة المعركة مستمرة. لكن أوكرانيا تقاتل بمفردها، والسؤال الوضع هينتهي على إيه؟ كل الخيارات اللي قدام أمريكا في انتهاء تلك المعركة زي ما أوكرانيا عايزة وعايزة تصل لاتفاق روسيا، معناها ضربة قاسمة لأمريكا لم تحدث من قبل، لم تحدث من قبل. وبايدن بيترنح بصورة غير مسبوقة. وارجع لحضرتك بالجمل الأولى اللي بدأناها مع انطلاق تلك الحرب، انك تقدر تخطط وتحفر وتبدأ الحرب، لكن ابدا ابدا لا يمكن تملك او تعرف الى اين تصل الخسائر. بوتين يعاني وبايدن يعاني وزيلينسكي ومن وراها اوكرانيا بيموت، ولا احد يعلم كيف سيتم ايقاف هذا الحبل اللي على الجرار زي ما بيتقال في الشام. الله غالب.